بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم في إطلالة قانونية جديدة نستكمل فيها ما بدأناه في الإطلالة القانونية الأولى، حيث كنا قد توقفنا عند النقطة الثانية، وهي أن جريمة البناء بدون ترخيص هي جريمة وقتية وليست مستمرة. وسندنا في ذلك أحكام محكمة النقد المصرية العديدة الصادرة في هذا الشأن، حيث أقرت هذه المحكمة الموقرة ما هو مفاده. واحد، أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون. فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة طوال هذه الفترة مثل جريمة إخفاء أشياء مسروقة. رقم 2، هناك فرق جوهري بين الفعل وأثر الفعل، أو الجريمة وأثر الجريمة. فالمبنى المخالف هو أثر من أثار جريمة البناء بدون ترخيص، وبقاء هذا الأثر واستمراره لا يعتد به ولا يغير في التكييف القانوني للفعل. ومن هذا المنطلق تكون جريمة البناء بدون ترخيص جريمة وقتية وليست جريمة مستمرة، لأن الفعل زي ما ذكرنا، لأن الفعل المسند للمتهم هنا يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء. طيب، ما الغرض من إرساء هذا المبدأ في الأذهان؟ وهو أن جريمة البناء بدون ترخيص هي جريمة وقتية وليست جريمة مستمرة. هو ليستفاد الشخص المخالف من قاعدة قانونية هامة، وهي التقادم بمضي المدة. فيستطيع الشخص المخالف أن يتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي 3 سنوات على الفعل بوصفها جنحة. وهذا الأمر يتفق مع استقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي اكتسبها أربابها بمضي المدة التي حددها القانون في جريمة البناء بدون ترخيص ب3 سنوات، لسيما في حالة توصيل أهم المرافق العامة كالكهرباء والمياه للمبنى المخالف. وهذا التصرف يعد خطأ مهنيا جسيما من جانب هذه الجهات الإدارية، ويعتبر في نفس الوقت موافقة ضمنية على بقاء واستمرار هذا المبنى، بل أكثر من ذلك يعد إقرارا صريحا منها بسلامته الإنشائية، وإلا ما كانوش وصلوا له المرافق. أخيرا، لنا مقترح يتعلق بإجراءات تنفيذ قرار الإزالة، يتطلب تدخل سريع من المشرع المصري لحين صدور حكم في الدعوة، دعوة عدم الدستورية المشار إليها في الإطلالة القانونية الأولى. نرجئ الحديث عنها في إطلالة قانونية قادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.